بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ضرورة توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن سطوة السلاح والضغوط وتجنيب البلاد صراعات المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أنه جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وتأمين الأمن العام ومنع تكرار الجرائم الإرهابية التي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم الخطر، إلى جانب أهمية تأمين سلامة المباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات.